موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المصلط يتهم المجتمع الدولي بازدواجية المعايير ويطالبه بتحمل مسؤولياته في سوريا كما في أوكرانيا وفق وكالة الأناضول. صحيفة ذا صن البريطانية تقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقف وراء الهجمات الكيميائية التي شنها نظام الأسد في سوريا عام 2013. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات في بلدة أبو حمام وضواحيها في ريف دير الزور الشرقي على خلفية مقتل أحد عناصرها وفق شبكة نداء الفرات. الإدارة الذاتية التابعة لقسد تحذر من هجوم محتمل لتنظيم الدولة على مخيم الهول في الحسكة بهدف السيطرة عليه وفق صحيفة الشرق الأوسط. الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري تضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات في مدينة تل أبيض وتعتقل 7 أشخاص بتهمة الاتجار بها وفق شبكة الخبر المحلية. وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن مقتل 11,000 عسكري روسي وإسقاط 88 طائرة ومروحية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.